اهلا بيكم في فقره المشوار من برنامج الراجل الاساسي. نجمنا النهارده لما جه يتكلم عن الصحاب قال عن الشله اللي انا منها، ومهما بقول دي ناس صايعين، يلاقي مصيبه نعملها الاقي نفسي قلت امين. ولما جه يتكلم عن الحب قال ان كلمه بحبك في ذاتها اختبار مش سهل، دي كلمه صعبه وعصيه وجايه بالعافيه. انما لما اتكلم عن القهوه قال ان القهوه من كتر الكتابه عنها باخت، وان في حاجات زياده مدحها لعنه. معانا ومعاكم النهارده الشاعر الملقب بالدرويش عمرو حسن. ازيك يا عمرو؟ اهلا بيك. اهلا بيك. عامل ايه؟ كله تمام يا رب، كله كويس. يا رب دايما. ايه بقى، قول لنا بقى ايه سر الشاي بحليب اللي قلب الدنيا والناس كلها عماله تسأل عنه؟ بصي، انا في يعني في قصايدي في بعض المصطلحات والمفردات يعني خاصه بيا شويه، يعني انا كاتبها عن حاجات خاصه وما بيكونش شاغلني قوي ان هي تلمس العام، بس واضح ان الخاص هو لوحده بيلمس العام. اه ده حقيقه، ده تلمسنا كلنا. المشروبات، الاماكن، الشوارع، الحاجات اللي هي التفاصيل الصغيره اللي ممكن لا ترى، اعتقد ان هي اهم شيء في الحياه بالنسبه لي، يعني هي زخم الحياه. فموضوع اللي سايب حليب ده، انا كنت في فترات كبيره كائن نهاري يعني، والصبح بالنسبه لي عشان ابقى ما بقتش مش كتير، ما بقتش زي الاول. زمان كنت بصحى 6 الصبح. فاذا كان في نصيحه اعرف اقولها للشباب اللي بيعرفوني وبيسمعوني، انه بجد موضوع الصحيان بدري ده 7 8 الصبح ده له بعد، مش بس في الصحه، له بعد في المزاج، وله بعد في حتى في الذاكره وفي كده. فانا اتمنى الناس كلها تصحى بدري، واتمنى الناس كلها تنام بدري. انا بالنسبه يعني انت الفتره بتاعت الصحيان بدري كان فيها القصائد احلى شويه. لا، رومانيه شويه. الموضوع مش مرتبط بالشعر، الموضوع يعني انا ساعات بقعد سنه ما اكتبش. بس 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 له علاقه بحياتي يعني، على الاقل الاهم اقرا مش مهم اكتب يعني. ماشي، يعني بالظبط، هو ده اهم فعلا. لا بالظبط، اسمع مزيكا بتاع، اتفرج على فيلم، اشوف حاجه كده. طب قول لنا بقى يا عمر، انت اتكلمت عن خلود في قصيده مره واحد نوفمبر، مين خلود يا عمر؟ لا دي سؤال غريب. لا لا، هي صديقه طبعا، ويعني بس هي كانت الايه، عارف المرايه؟ ده الممثلين بيعرفوا اللي انا بقوله ده. فكره ان انت بتوجه كلامك لحد. فهي كانت المرايه بتاعتي في القصيده بتاعت مره واحد نوفمبر. وكانت بتسمعني بتحكي عن حد تاني، انما هي مش رابط اساسي في حياتي. يعني هي صديقه، مش هي الموضوع. لا لا، هي صديقه، وانا بقول لها حتى تعرفي بحكي لها من يوم كذا حصل لي كذا. يعني مش خلود اللي انت بتحكي عنها اصلا. ده هم ظلموها. انا حيال لك هم تخيلوا انك بتتكلم عن خلود. والافيه بتاع لو اي حد اسمها خلود تطلع بره دي برضه. اكد بالظبط، احنا معاك قوي. انا اي حاجه تنزل حبيبي، والله حبيبي، اي حاجه اكسكلوسيف. كل الناس اصلا، كل الناس. طب احنا عايزين نعرف بقى، امتى حسيت ان عمرو حسن الدنيا سودة معاه؟ ويعني اكتر مرحله مريت بيها كانت صعبه عليك، يعني عايزين نخش في حياتك اكتر. والله بصي، مش سودة ولا حاجه، بس هو يعني انا بقول ايه، انه في مناطق مضيئه ومناطق اقل اضاءه. انا كنت محظوظ بالظروف الصعبه ككاتب مش كانسان يعني، بس انت عشان نميز، انا كبني ادم ممكن واجهت حاجات كتير صعبه، انما ككاتب كنت محظوظ ان انا واجهت حاجات صعبه، كنت محظوظ جدا، لانه عناية وسعت، وبالتالي رويت كتير وقريت كتير وشفت ناس كتير. هو ما حدش اتعلم ببلاش طبعا، لا وبالذات في الكتابه، الكتابه بالذات. شوف، هو لو الكاتب مش بيقرا طول الوقت، طول الوقت بيقرا طول، عشان كنت بسمع ناس كتاب يعني يعني عمرو قال له اخبار قرايه، يقول له ما بقراش انا يعني موهبه، مش حاجه. ده 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 كلام فارغ، ده كلام فارغ. ده هو القرايه بس، يعني هو قاصد انه مش مهم تكتبي، ممكن يبقى منجزك كله 3 سايت، لكن ايه منبعك؟ يعني واقف على ايه في التاريخ؟ واقف فين في التاريخ؟ واقف فين في التراث؟ ايوه صح. واقف فين في الروايه؟ واقف فين في الادب؟ فتعرف تتكلم من خلال ففتره. فبالنسبه لي الكتابه والقرايه كانت اهم حاجه يعني. طيب انت الفتره اللي انت قلت انها كانت يعني ضلمه، وفي فتره كانت منوره او منوره، وفتره اقل نور شويه، امتى برضه؟ انا جيت من الاسماعيليه سنه 2011 علشان اعمل مشروعي الكتابه وكده، وكانت الفتره دي فيها كساد شويه، ما كانش فيه لسه فكره ما كانش فيه لسه كان في حفلات طبعا لشعراء مجاهدين واساتذه، بس ما كانش فيه نفس الزخم يعني. فصراحه قعدت سنتين كده كنت لسه بقى ايه يعني، بشتغل طبعا، لازم اشتغل، بس بشتغل
مفيش يعني بشتغل ولسه ما وصلتش لاي شيء. فاعتقد سنه 2012 13 14 كمان بما فيهم الاحداث كمان اللي حصلت فيهم في المجتمع في الوقت ده يعني ثوره فحصل يعني كان في شويه توقف وصراع كده ربنا كرم بقى يعني. مين بقى اللي قدر يتخطى مين اللي قدرت تتخطى؟ والله بص انا بالنسبه لي هو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيأيدك بيدعمك طول الوقت وبرسائل او بنفحات حتى في الكتابة. وخلي بالك أكبر فترة كتابة في حياتي هي الفترة دي كانت الفترة اللي انت كنت لسه بتستارت وما فيش أي كنت بكتب كتير لسببين. كنت بكتب لأنه لسه جديد أنا ما كنتش خلصت اللي عندي لسه بقى في طاقة في طاقة في مصطلحات في جمل في حاجات عايز أعبر بيها فأنا دلوقتي ما ينفعش لا لا لازم لا دلوقتي بكتب لكن ماشي. بكتب لازم نفسي طاقة كنت بكتب 10 15 قصيدة في السنة دلوقتي لما ربنا يكرم بقصيدة بقى تلاقي بس بتبقى قصيدة بصراحة الله بيكون الآخر حقيقة يعني. طيب كلمنا بقى عن الكلاب اللي عندك الكتير دي اللي أنت بتحبها طول الوقت يعني إحنا طول ما نمشي كده نلاقي كلاب. أنا والدي الله يرحمه كان بيربي يعني كلاب وكان دايما يعني ما حضرتش معاه كلاب كتير بس كان دايما بيكلمني عنهم وفي الصور وكده فشربت المسألة بدري. وبعدين بحكم عيشتي هنا في القاهرة فترات كبيرة لوحدي كنت يعني محتاج شريك فبدأت أربي كلاب من حوالي 7-8 سنين ومعتها ما بطلتش يعني معتها استمتعت جدا بصداقتهم وبقدرتهم على المساعدة بالطاقة اللي بيعملوها وبوفائهم وكل شيء. فأنا بالنسبة لي حتى لو ما عنديش كلاب في البيت أروح أماكن فيها كلاب أقعد يعني أو حتى كلاب الشارع كمان أقرب كلب بالنسبة لي الكلب اللي معايا دلوقتي اللي هو اسمه إيه بقى؟ لا في أكتر من كلب في سيمبا وفي جورو وفي هو فرهد بس هو فرهد ونام هو نام شوية معلش أمه جت شوية هو الحر صعب شوية لازم ينام. طيب في الفترة اللي يعني وصلت فيها ما شاء الله لنجاح وإن شاء الله هتوصل لأكتر من كده بكتير كنت بتتمنى مين يكون معاك بس يعني مش موجود؟ والله بص انا كنت محظوظ باصحابي صراحه عندي اصدقاء جيدين جدا يعني وهم كانوا سبب والله الواحد كمل فكره الاصدقاء لو عندك اصدقاء كويسين عددهم قليل حتى صراحه بيفرق بالذات في الاوقات اللي بتبقى حاسس انك مش هتقدر ولا هتقدر يعني ده اللي هو المصدر اللي جاي بالنسبه لك طبعا طبعا وهم مأمنين بيك يعني حتى لو في اختلافات شخصيه بينكم انا زملكاوي وهم اهلاويه انا معارض وهم انا نعرف اجابه السؤال ده بس اصحاب كانوا مهمين جدا ويمكن كان في حد ممكن يكون كنت افضل كنت احب انه يكون موجود لكن ممكن تكون عدم وجوده دلوقتي افيد لي يعني احسن فبس يعني يعني في حد معين كان طبعا اكيد في قصه مهمه يعني في قصه في حياتي اكيد ممكن ما تكونش نجحت بس انا ممتن ليها جدا التجربه كلها اكيد فاتتك كتير ولا لا ممتن ليها انسانيا سيبك من الفايده انا ممتن باللحظات الاشياء الجيده اللي حصلت الحقيقه في الوقت ده زي ايه مثلا كل شيء يعني مثلا. لا يعني انت بتتكلم من واحد بقى فوبياتك مثلا كده وقالوا يعني شخصيا مثلا ما كنتش بسوق عربيات لانه كنت عندي فوبيا من اصحاب ليا حصل لهم حوادث مثلا ففضلت بقى تقول ايه لا لغايه لما حطيت رجلي في العربيه وسقت تغلبت على الخوف ده هي ساعدتك ساعدتني على ان انا اتغلب على خوفي. طيب انا حابه بقى اعرف يعني اول مره طلعت فيها على المسرح كان ايه احساسك ايه الرياكشن بتاعك ايه هو اول مره كنت حاسس بايه هو احنا بس عايزين نفرق المسارح في قاعات صغيره كنت زمان اول ما بدات في بعد كده مسارح لا مسارح يعني قاعات صغيره دي عارفينها ده كانت كليه دي اول مسرح كنت موجود في مسرح قاعه الحكمه سيد الصاوي سنه 2013 2014 وكانت حفلتي يمكن السادسه او السابعه بس اول حفله بمسرح تقريبا وطبعا اجواء مرعبه بقى مش مرعبه على المسرح مرعبه قبل المسرح قبلها بيومين ثلاثه ما بتنامش لا انت بغض النظر عن الشعر انت مهموم بقى انا هدخل ازاي طب وانا معدي وسط الفرقه هتكعبل في الاسلاك واقع طب ولو وقعت الجمهور هيقول عليا هيضحكوا عليا ولما يعني رحت بقى مسرح من ورا الستاره وبصيت من ورا الستاره وقرينا طبعا قران وخوف ومشاعر متضاربه وادرينالين طبعا وعلى فكره لغايه دلوقتي يعني دلوقتي ممكن المسرح اكبر مسرح اللي انا بشتغل عليه كتير بس واجوائي كمان ممكن تلاقيني قبل الحفله دلوقتي بروح قبل الحفله بنص ساعه
بقعد اشرب كوبايه الشاي كده واسمع حاجه، احط سماعه اسمع لو حد يخبط عليا يقول لي ستاره يلا. بس لحظه الدخول برده بقلق، لدرجه ان انا ما بحييش كويس. يعني هم عايزين يسقفوا كتير، عايزين يقعدوا يحيوا كتير. وانت تقول لهم وانا بعملهم كده وايه خلاص بقى يلا معلش كفايه كفايه واروح لف فرقه ينعد 1 2 3. وبتحب تبص للجمهور اكتر ولا الفرقه اللي معاك؟ والله الفرقه كده كده لازم ابص لهم. لا قصدي اللي هو بتحس ان انا هاخد الباور، تاخد باور من الجمهور. الصف الاولاني، الصف الاولاني، لانه غالبا ما بيكونش تذاكر، بيكون دعوات بتاعتي، بتكون في اي بي، فبتكون يعني كل الناس بتطمنك. صحابي صحابي وكده، حتى لو قلت كلام مش في مكانه او غلط فهم عادي. انما الجمهور، الجمهور اختبار كبير يعني. يعني بيركز في كل كلمه بتتقال وكل حركه، هو بالنسبه له على قلبه معانا، على قلبه زي العسل. يعني اغلط قول يعني. بس انا شايل مسؤوليه، اصل خلي بالك ان حد يجي من بيته من اسوان ولا الاقصر ولا وبيجي لي جمهور من المملكه العربيه السعوديه ومن الامارات، ان حد يجي بطيران او يجي بقطر عشانك عشان يقعد يسمعك، طب انت هتقدم له ايه؟ الساعه ونص او الساعتين اللي هيحضروك فيهم دول هيسمع هو فعلا هل يستحق المشوار ولا هيروح حاسس منتصر؟ ولا هو ده وقت شغلي؟ ايوه. ان كل حفله هعمل فيها ايه؟ انا هعمل ايه؟ طب انا الحفله دي، طب الجايه، طب انا مش عاملها هي، فبجيب ممثلين الحفله اللي بعدها، اجيب مطربين، اجيب مثلا اعمل حاجات في الاضاءه، كنت اوقات بدخل مؤثرات صوت، يعني مثلا قصيده الحرب، عندي قصيده اسمها الحرب عماد، عارف القصيده دي؟ كنا بندخل فيها اصوات طيران في وسط القاعه. ايوه صح. فيلاقوا قصف في في قصف في القاعه وبيانات، مثلا كنت بقى تلاقي مثلا رئيس الامريكي او رئيس مصر او بيقولوا اجزاء من الخطابات صوتهم يدخل ريستاتيف جوه القصيده عشان يبقى فيه دايما. واخر مره كان في رقص كمان، وكان في حاجات عظيمه اخر مره في مكتبه الاسكندريه في مصر. لما بيجي لك مثلا شاعر من الشعراء الصغيرين بتقف معاه ازاي؟ يعني ممكن تساعده ازاي؟ ما بساعدوش، دي اهم حاجه. اهم حاجه بقول له امن، اذا حبيت الناس تامن بيك امن بروحك، لازم انت، ما ينفعش الناس تامن بيك انت مش امن بروحك. صح. بالظبط. يعني ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم يكون عندك احساس داخلي انك اهم شاعر، لازم انت تكون انت شايف ان انت اهم شاعر وانت افضل قلم. لازم طول الوقت، يعني حتى لو ما بيضايقكش ان يكون في شاعر صغير يطلع في الحفله بتاعتك مثلا قبلك او بعدك. ولو في حفلته اروح له، ولو في حفلته اروح اقول معاه كمان. يعني انا في حفلات لشعراء شباب صغيرين اصدقائنا، يعني رحت قلت معاهم شعر من كلامهم على المسرح، كنت ضيف. لا انا بالنسبه لي الموضوع تمام، بس انا ما بحبش اخاف انا اوجه حد غلط. بس اقول له بقى زي ما قلت لك كده، اقول له اقرا بقى، واقول له اتعلم، واقول له شوف كتير وعيش كتير. طيب بعد النجاحات الكتير اللي انت وصلت لها والحاجات الحلوه اللي انت فرحتنا بيها، يعني ايه لسه في ايه عمرو حسن ما وصلوش او نفسه يحققه لسه بتفكر فيه؟ لو الاول بس قبل ما تجاوب، ما شاء الله عمرو واخد جوائز كتير قوي، منها جائزه النجم احمد فؤاد نجم، فيعني دي مش اي حد بيوصل لها بصراحه. فعايزين نعرف بقى ايه تاني اللي ممكن يكون حلم عمرو حسن. كنت مرتبط كده بذاكره مع والدي الله يرحمه عن جائزه الدوله في كلام زمان، والدي توفى من شويه كويسين، من 15 سنه يعني الله يرحمه. فكان في كلام كده عن جوائز الدوله واتناقشنا كتير، فاتمنى ان السنوات الجايه يعني تشهد ان انا اخد جائزه الدوله، يمكن ده ان شاء الله حاجه وحيده. عمرو حسن، انت اتظلمت قبل كده؟ طبعا، يعني كلنا اكيد كلنا اتظلمنا طبعا. طيب لو اللي ظلمك ده يعني سمعت ان هو توفى، هتسامحه؟ لا يعني هو بص، يعني اكيد هترحم عليه طبعا، بس يعني مش عارف اسامحه دي هتكون ليها قيمه. بس انا اكيد لا شماته في الموت، اكيد يعني هي خبر مؤسف، يعني حتى لو شخص خبر مؤسف انه شخص هتسامحه اتوفى، مش عارف على حسب بقى وضعه، حسب الموقف، مش عارف. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. يعني موضوع السماح ده انا مش هيضيف له حاجه يعني، بس انما انا على ذكر، لا على فكره انا في العادي يعني ما بستناش انه حد يجرر، انا دايما بسامح على بقى اول باول، طالما حاجات بسيطه كده. طب برج الاسد، بس انا كمان بغلط، انا غلط برضه واعمل حاجات وحشه كتير. برج الاسد، انا اسد. اثنين اسد في البرنامج كتير، ده شرف ليا، شرف ليا والله. الناس هتزعل مننا قوي لو ما قلناش حاجه في البرنامج، فانت تختم لنا كده. ماشي، اللي انتوا عايزين انت اختم لنا وهنسيبه لذوقك وللجمهور بتاعك. هحاول انا، بس مش عارف افتكر ولا لا. على مهلك، على مهلك. عمرو مش بيغش، عمرو بيفتكر. بيفتكر بحاول. هو في
في ناس ما بتعرفش تحفظ كتير حقيقة. لا كنت احفظ زمان بس مع عدد الكتابات بقيت ايه اللي يحفظ اللي احفظه اخرج مكانه حاجه افضي مساحه افضي مساحه. قصيده اسمها ما اخبيش عليك حلو ما وصلش خالص اكسكلوزيف ده يا جماعه يلا بينا ده برنامجنا بس يا جماعه. ادي نتيجه تخزين الحزن مع الفرحه لمده طويله، نتيجة تأجيل التعبير عن جرح كبير أو خوف جارف. واحد متردد مش عارف هو كويس أم صابه السوق. أبيض لكن خسران الدور زي قشاط الطاولة المزنوق. كل ما بيفوق بيغيب من الوعي. كل ما يغيب من الوعي يفوق. اللي مخلي الموضوع مأساة إني ما عنديش أسباب واضحة. حزني فلاش باك على حاجة بتاعتي لقيتها معاك. وانت مضيع حاجه تهمك جايز انها تبقى معايا. وادي الدنيا والكدر من الناحيه التانيه، حتى انا معرفش الضحك بصوت لسه موجود ولا اتبخر. رنت ضحكتي على وضع سكوت وعياطي تملي بيتاخر، ولذلك كان عادي الكنبه تعرف عني اكتر من الناس، كان عادي السماعه بتاعتي تصاحبني سنين اكتر منك، كان عادي اتعاطف مع صنفي الناس اللي اتزرعت فيها غيطان انفعالات واتحصدت في مواسم تانية. فطبيعي جهازي العصبي يضل وردود أفعالي تزيد وتقل. أضحك في جنازة أبو صاحبي وأحزن في خطوبة شخص عزيز. أتفرج على الماتش لوحدي وأتفرج على وحدي مع الناس. محتاج أرفع 4 طبقات من فوق الأرض الأصلية علشان وقت التعبير عن شيء تسعفني ردود الطبيعية. انا مش انسان ضاع شيء مني، انما انسان ضاع شيء فيا. حتى اللي انت بتقراه دلوقت كان غرض قصيده رومانسيه. الله برافو جدا برافو جدا، احلى اكسكلوزيف ده بجد. يعني احنا مبسوطين جدا جدا قوي ان انت معانا النهارده. انا مبسوط ونورتونا والناس كلها تفرح جدا ان احنا اتكلمنا معاك. انا اولا انتوا نورتونا ويعني مجيئتكم حاجه لطيفه، وشكرا على القعده الحلوه دي. اتمنى ان كمان الناس ايه ما تشوفني يعني ما يكونش دمي تقيل و... لا لا خالص خالص عادي، احنا عايزين نطول والله بس عشان يعني وقتك بس. انا شاكر جدا يعني. شاكر يا كريستين جدا. ودي كانت اخر فكرتنا مع النجم الشاعر الدرويش عمرو حسن، ويعني ان شاء الله الحلقه الجايه تشوفوا كمان نجم كبير برضو معانا في برنامج الراجل ولا الست. ونرجع بقى سريعا كده للهاشتاج اللي قلناه في اول الحلقه، في مين اذكى الراجل ولا الست؟ ايوه هنشوف مع بعض بقى. بعض الكومنتات كده منى بتقول الست طبعا وبرنسس ايمي بتقول والله لكل واحد ذكاء، الراجل بيمتاز بذكاء المادي والمعنوي، الست بتمتاز بالذكاء العاطفي. الله والحنون اكتر، فيلسوفه قوي. وبرده الست طبعا وبرده ما اعتقدش. مريم خالد عادي ممكن يكون نفس الموقف بس ست تتصرف بطريقه اذكى من الراجل او العكس، بس في الغالب الست اذكى. برافو عليكي. مش عارف مش مقتنع بس طب ماشي. احمد غصب عني والله هقول الست. لا ايه ده كتير قوي يا جماعه. ليه كده يا احمد؟ هاجر الست طبعا. ماجي الست طبعا. والله يا جماعه على راسي. يلا يعني الحلقه دي بقت كلارا الست طبعا كمان كل الستات. اميره عامله لنا لاف احنا الاثنين. طب الحمد لله الحمد لله. كيتي كاتبه الست اذكى. عمر كاتب الراجل. طب الحمد لله في الحمد لله في حد. امنيه كاتبه الست 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 كتير. شكرا يا امنيه جدا. ايمون كاتبه طبعا الانثوي. ايمون بقى الكومنت الفصيل كاتبه انا طبعا. يعني هي طبعا ليها تحيه جامده جدا. ست طبعا برضو يعني. يبقى احنا الحلقه دي العنصر الانثوي هو اللي كسب بالظبط. مع اني مش مقتنع هيكسب كل مره على مقتنع. فكره لا هيكسب لا. كل مره لا مرجع احنا نكسب ان شاء الله. فيعني ان شاء الله الحلقه الجايه كده هنعمل برضو هاشتاج، وخشوا تفاعلوا على صفحه البرنامج على الفيسبوك والانستجرام باسم الراجل ولا الست. ويعني كل الكومنتات هنقراها برضو بعد ما نخلص فقراتنا كلها، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه في برنامج الراجل ولا الست مع احمد الحضري وكريستينا عصام.